جمعية المودة تقدم لكم مسلسل يوميات أبو مودة. يوميات أبو مودة. ترى أنا مرة طفشانة من كل شيء، ودي بإجازة أسبوع كامل. طيب أهدى يا بنت الحلال، إيش الصراخ هذا؟ عشان 3 سنوات ما سافرنا؟ أنت عارف كورونا والإجراءات الاحترازية، عشان صحتنا ومصلحتنا. أقول لا تأخذني على قد عقلي، ترى الكلام هذا عدى عليه 2 سنين وداخلين على 3 والحمد لله رفعت كافة القيود وحنا أخذين جرعات اللقاح الضرورية، ما بقى شيء. طيب إيش رأيك نطلع الديرة؟ نروح عند أهلك، نخلص الزيارة ونسافر للرياض. أبو مودة اختصر كلامك وقول ما ودك تدفع، أما سوالف الديرة وهلي أنا بعرف أتصرف. يا بنت الحلال، ورانا إيجار بيت 6 شهور، ولا تنسي مصاريف مدارس العيال، وكمان قص سيارتك، يعني نأجلها للسنة الجاية. ترى الزوجة لازم تساعد زوجها عشان يعرف يدير شؤون البيت، ولازم كمان تتعاون معاه. في ذي معاك حق وأنا معك، بس ما راح تنازل عن السفرية، أنت عارف المكان اللي يريح نفسيتي والسفر بسيارتك. بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل مكان، المدينة منورة فعلا، راحة وسكينة. أتصدق يا أبو مودة إنها أكثر مكان يريح قلبي، وسامحني إذا ضغط عليك، أنت عارف إن الشيطان شاطر وأنت عمرك ما قصرت معاي بشي. لا لا أبد، أنت تأمر أمر وأنا نفذ يا أغلى ما بالوجود، يكفي إنك أم مودة. يحفظك ربي أنت أم مودة. هذا البرنامج من إنتاج جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة. شاركنا رأيك وتقييمك للحلقة عبر خانة التعليقات، وحتى يصلك جديد حلقاتنا اشترك على قناة جمعية المودة على اليوتيوب وفعل الجرس.